أحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول هانا. كيفكم دا؟ منيحة. يوم صنفنا صنف جديد ولأول مرة بنسويه مثل كتير أصناف كرات اللحم باللبن واللقطين. صنف طيب، صنف جديد دخلنا فيه اللقطين وبيعطي كتير نكهة طيبة وطيب. شو بدي من كميات؟ بدي كيلو ونص لبن رائب، نشاء الذرة ملعقتين ملاح معرمين كبار، لحم مفرومي ناعمة نص كيلو، لقطين 400 جرام، بصل كويزات 400 جرام، رز 300 جرام حبة طويلة، زبدة شرحة عدد 2، ثوم 30 جرام، نعنع نص باقة، ملح، وبدي مواد عطرية. مواد عطرية أنا يلي عم تطلع معي من البصلة كمان عم حطها لتطلع معي مواد من العطرية. هالبصل منقشره بهالشكل، بده يكون حجم صغير، مشان هيك وقت تروح لتشتره في ناس دغري بنقوا البصل الكبير وفي ناس بنقوا البصل الصغير. لهي الأكلة بدنا بصل صغير، ممنوع نقص هيك، بدنا نقص جانبي لتطلع البصلة وتضلها مثل ما هي كاملة. هوري خليت بصلتين ثلاثة لتشوفون كيف بنشتغل فيهم. لنفترض البصلة شوي سميكة أو ناصحة لنضعفها بنعمل لها عملية، منشيل طبقة تانية من لتحت ومناخد اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجورين. كيفك شيف؟ أنا منيح، أنت كيفي؟ كتر خير الله وبونجور لهدى. معك ماري. أهلا وسهلا فيك ست ماري. ميرسي كتير على الأكل الطيب. شو الأكل الطيب اليوم؟ إيه أكل يا غير شكل طيب. يعني هيدي بالشتاء كتير منيحة. هيدي منيحة للشتاء. إيه. الله يطول بعمرك شيف وخلينا إياك الرب. تسلمي وضليك بصحتك. بدي أسألك بس، بدي عجينة الكريب ما تكون الدسمة بس. ما تكون كريسبي؟ الكريب ما تكون دسمة بس العجينة. ايه تكرا. عمول معروف اذا بتقدر تعطينا اياها اليوم. تكرا معيوني. وميرسي لك وميرسي لهدى والله يطول بعمرك وخلينا تلفزيون لبنان يا رب. تسلمي تسلمي. باي باي. باي تكرا معيونك. لعجينة الكريب منا كتير دسمة بدي اياها. نص كيلو طحين، ثلاث بيضات، ملعقة ونص زيت، ملعقة شوربة، حليب 4 كبايات ونص، ملح، ملعقة سكر لتستعمل ملح وحلو، وملح وبهار أبيض. ومنأخذ اتصال. ألو. 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 مش طالع عبالهم يردوا. شو بنعمل؟ ألو. ألو بونجور. ألو بونجور. بونجورين. بليز بدي أسألك شيف عن الترمس إذا لازم نسلقه قبل. أول شي بده ينقع على الترمس. ألو. ألو. أول شي بينقع على الترمس لست ساعات، بعدين بينسلق، بعدين بينحط منغير له ميته على يومين اذا كان مر منشان يحلى ويصير فينا ناكله، بعدين بنرش عليه شويه ملح وبيتاكل الترمس. اوكي شيف، بس عندي بعد سؤال. الشامبينيون اذا بدي فرزه بقدر احطه بالفريزر الطازه؟ ايه بس بيتغير لونه. يعني افضل؟ لا الافضل تستعمليه طازه. ليش اجاكي شو صحاره او شو شارحه ببلاش تخمين هديه؟ لانه اذا بقى نشتري صار على طول متوفر الفطر الطازج بلبنان. اوكي ميرسي كتير. بخاطري. ميرسي. اهلا وسهلا. هول البصل بسلقهم، حطي مي. اللبن منضيف عليه نشاء الذرة، منحركه بشريط ومنصفيه. هاي النصفيه
وبناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان. اهلا حبيبنا، كيفك بطرس؟ انا مشتاق لك حبيبي، كيف احوالك؟ سالناك وما ما جاوبتني. ما جاوبتك لاني هارم اللحمات وحاضرين وبدي احطهم على النار. انا بدي اعرف كيف بدي اعملهم. هني شو الاورما؟ الاورما. ايه يلا تكرم عيونك، لا تواخذنا. يلا ماشي الحال. بنطار ولا بسكر تليفون؟ بخاطر عيونك سكر تليفون. ايه سكر، انا بحكي. يلا بخاطرك خلينا بطرس. هاللبن مننزله بهالشكل، منصفيه هيك، منكون عم نتأكد أول شيء من أي شيء بموجودة بقلب اللبن لنفترض، أو النشا ذيب منيح وانمزج وصار موجود بقلبه. خل جيب الملعقة معي. شريط خشب. هاللبن مننزلهم هيك على الآخر. منحطهم على النار ومنحركهم ليصيروا ليغلوا. هون عم ينسلقوا الرز، مننقعوا منغسلوا شوي عم مجين او ثلاثة. ومناخد اتصال. الو شيف انطوان. نعم. انا ابراهيم عباب عباب المربى مربى السفرجل. نعم. 3 كيلو. نعم. مبروش او قطع مربى السفرجل 3 كيلو. نعم مبروش او قطع. قطع صغيرة بدك اياهم يضلهم شادين او زادابوا شوي مع الشي، يعني بدك تنقعهم بالكلس او لا؟ لا حتى انا قليتهم ساعة ونص، حطيت لهم 3 كيلو زيت 3 كيلو سكر. نعم. قديش حطيت لهم ماي؟ ما حطيت لهمش ماي. وساعة ونص لازم يكونوا صاروا مليح، ما شدوش بعد؟ بلا، بس عم بقول 3 كيلو سكر مليح مليح. ايه مليح، العيار مليح. حط لهم 3 ملاعق عصير حامض وشيلهم هلا، او ملعقتين 3 ملاعق عصير حامض. نعم وشيلهم دغري، طفي النار وشيلهم. ميرسي حا. بخاطر عيونك تكرم. حبيب قلبي شيف، بس كثير بخاطرك. هون بنحط مي لنحط فيها مواد عطرية ونغليها من شان اللحمة. هلا اللبن شايف ما نحركه بهالطريقة. ايه بهالطريقة. روح ويش. بناخذ كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجورك شايف. بونجورين، كيفك مدام عباس؟ الله يخلي لنا اياك، خليك بصحتك على الاكلات الطيبين. تسلمي. الله يديمك. اهلا وسهلا فيكي. الله يخليك. بدي اسال دخلك الجزريه افضل تنعمل بالجزر او باللقطين؟ لا هي لقطين بيدخلوا فيها البعض جزر من زمان. ايه. صاروا اليوم على طول بيسووها من اللقطين وبعدها اخدي الاسم الجزريه. طيب فيك تعطيني الوصفه اذا بتريد؟ ايه تكرمي. او بتصل غير يوم؟ لا تكرمي. يلا ها راح اسمعك من التلفزيون. يلا من بعد ما نشرح الاورما لخينا بطرس نجيب ورقه نايلون. منقشر، منحيي كل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا، منقشر اللقطين. اللبن بدل يتحرك احسن. بناخذ اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين يا اهلا وسهلا. كيفك يا شيف انطوان؟ ماشي الحال، اهلا وسهلا فيك. معك ايلي كرم، عرفتني؟ لا
جوزة للمدام سونيا بتتصل فيك اليوم. ايه اهلا وسهلا فيك. والله المرأة عطول بتطبخ من طبخاتك، بس اليوم انا عم بحكيك. سلم لنا عليا للمدام. والله بيوصل. والله يا شيف انطوان قصدك بخدمي انا. شو هي؟ قصدك بخدمي اليوم. قصدك يلا بخاطرك. المرأة تركت البيت واليوم انا عم بتصل فيك، بدي منك بس تحكيها ترجع. يلا تكرم عيونك الا ولو شيف انطوان بقلك لترجعي، لانه هي بتسمع كلمتك على طول. يلا ما هيك خلص، ما عليك الا تعطينا العنوان. هلا اعطي فوق للرجي العنوان، وانا بس خلص الحلقه بروح انا وهدى ونجيب لك اياها وبنشرب قهوه. بتحب حبيبي يا شيخ بتحب انطوان. القهوه بسكر او بلا سكر حضرتك؟ مثل ما انت بتشربها نحن بنشربها. يلا بنشرب نحن وياك القهوه، ولا تكون الا مبسوط المدام عندك وبتسمع كلمتك، لانه بدك تحضر اكل طيب زي بتسمع كلمتي. حبيب القلب حبيب القلب. تسلم كلك ذوق. شكرا لك. لكن بخاطرك بخاطرك على هضامتك. اهلا وسهلا فيك. بده مزهر هلا مش قهوه. في قهوه بيضه كمان مع مزهر. بس لا بيجي بيكون المدام موجوده ساعتها، خلص ما بدوش مزهر. اوكي هلا هذا المي حطي المواد او العطريه. هلا اعطيني لش صغيره، لانه استعملنا فيها ثلاث اشياء. عملناها شوربه اذا بعدكم ملاحظين، عملناها مره على طريقه صينيه مع ستيك قطع ستيك، واليوم رح نقطعها لنستعملها شقف. نقطعها بهالشكل. حطي لي الكسرولة كمان تاني مع شوية مي. وبناخد كمان اتصال. هاي المي لنسلق اللقطين، وبناخد اتصال جديد. الو الو وان. اهلا مدام كيفك؟ وحيتك بدي اسالك اللبن اللي عم تعمله هلا يعني بنحركه قديش، ولازم يغلي او ما لازم يغلي ابدا؟ لازم تحركيه ليغلي، وبس يغلي بتوقفي الغلي. اذا غلي ما عليه شيء يعني، بس شيء يبلش يعني يعمل يبقبق بطفي؟ بس يبلش يتقطق بتطفطف فيه. نعم. اوكي. ومظبوط لازم نحرك دائما بزيت الجهه او ما بيأثر؟ ما بيأثر، مثل ما بدك احركيه على مسؤوليتي وما بيفرط. بس اهم شيء كيف عم تساوي هدى بهاي؟ حد بعضهم عمرتين وبعدين بنعمل وحده على الداير عشان ما يلزق شو محل. ما فهمت، بحس ما بيزبط معي هاللبن، ما فهمت شو قلت. شوفي هدى كيف عم تحرك، بنبلش من اول الطنجره بملعقه خشبيه لنوصل على الاخر، بنرجع بنعمل برمي على الداير منشان الزاويه ما بتكون كمشتها الملعقه. دارت دارت لك او بعد؟ حتى النشا يعني لا ياخذ مضبوط روقي. لا لا ما خصوا النشا مدام. ما شفت لكن لا ترجع تعملها. هاي الصينيه وهودي الميات بنعتبرهم شويه لبن مضبوط؟ نعم. اذا انا بدي ضل حرك هيك تبهيلي شوي، حرك هيك بيتحرك اللبن محل ما عم حركه، وباقي من كل ميلة 4-5 سنتي على دير الطنجرة وبالوسط مزبوط ما عم يتحرك، بيلطش اللبن وبيعطي طعمة شويط. شو بنعمل؟ منبلش نحرك هيك حد بعدها، منبلش من أول الطنجرة أو أول الصينية لنوصل لآخر الصينية. بس نوصل على آخر الصينية ونرجع مرة تانية مثلها، بنعمل ضربة على الدير على حرف الصينية منشان كل اللبن يتحرك معنا.
مش هالحال؟ اوكي كلها سوا، هيدي تاني مرة فهمتها، بس أول مرة كيف أول مرة؟ ما عملتها قدامي أول مرة. رح أرجع عيدها شوفي. بنبلش بالصينية هي إصبعي، أوكي؟ بنبلش بالتحريك هيك حد بعده. لتتحرك كل طنجرة باللبن، نرجع كمان نرجع فيها مش دور تاني، لنرجع نوصل لحد إصبعي، نرجع منبرم هيك لنحرك الدائرة. اوكي وبنرجع عم بجديد، يعني بدنا نعيدهم ليبلش اللبن يفقفق، ساعتها بنطفي عنه النار بيكون نضج وصار جاهز لنضيف عليه اي مواد بدنا نضيف. سلمتك بخاطر عيونك. هلا قطين عم ينسلق هون. يلا هلا بنشتغل شوي ومناخد اتصال جديد. الو الو بونسوار شيف. بونسوارين، يا اهلا وسهلا، مين معي؟ اهلا فيك، معك مدام فياض. اهلا وسهلا فيك مدام فريال. فياض وحياتك، بدي اسألك عن حلاوة الجبنة، مش عم تزبط معي. مش عم تزبط. تقليلي كيف عم تسويها؟ تقليلي كيف عم تسويها؟ لشوف وين المشكلة مع كميات، اعملي معروف. حط كباية سكر وكباية مي بس يدوبوا، بسقط السميد. قدي سميد؟ نعم قدي سميد؟ كباية سميد. كباية سميد؟ وي يعني كباية، مثل ما عم بفهم منك، كباية سكر، كباية مي، كباية سميد. صح. مش رح تزبط. بحركن بس يغلو المي والسكر، بحط السميد وبصير قلب قلب، وبعدها بحط كيلو موزاريلا. ايه بس السميد بده يكون اكثر. من هيك يمكن مش عم يزبط، بده يكون كبايتين سميد. اوكي بليز لو سمحت شيف، فيك تعطيني المقادير؟ يلا تكرم عينك. اوكي ميرسي لك، بخاطري. وسلم ايديك على الاكلات الطيبه اللي بتعمل لنا اياهم. صحه وهنا، صحه وهنا، ميرسي كثير، باي باي. تكرمي. هاي الكرات والكرافس طحناها، وانا تجيب اللحمة ومناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجورين. الو نعم عم بسمعك، مين معي؟ معك ماري. اهلا وسهلا فيك ست ماري. بدي اسألك بليز عن الطين المجفف، اذا بدي جففه مثل ما هو بس بلا تشريح، يعني بلا ما شرحه. ايه تكرم عينك، مرسي بخاطرك. يلا اعطينا ملح، بنحط ملح لإلهم متي صغيرة. ملاحظين في ايش بهالابيض هاي؟ نطحنهم مع بعضهم، بنلوس النار على، شايفين المي تبع المواد العطرية كيف صار لونها مغير؟ خلي خلي طيب يلا شيلي. هاي اللحمة ندعكت مع بعضها، مننزلها تينا ملعقة من المعروف، مننزل اللحمة لما نخلي شي بالمكنة، ومنرجع نعمل هاللحمة كرات ومنحطها بجاط أو بصينية يلي كان فيها نفس صغيرة ماي ما بيأثر،
بهالشكل. البصل استوى بنطفي عنه. اللقطين عم يغلي هون. المواد العطرية صارت جاهزة لنسلق فيها اللحمة. اللحمة اللي فيها كرات وكرافس هيدي هي بعملها بهالشكل. رح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. نتابع حلقتنا عبر شاشة تلفزيون لبنان وهي اللحمة خلصت. يا هلا طون اللحمة. يلا حطي هون هون سقطيهم كلهم. نجيب نبلش بالرز او خليها سقطيهم هاي ملعقة كلهم سوا سقطيهم. الارز بنحط شرحة زبدة بنحطها على النار بنخليها تغلي. هيدي اللحمة هلا بقى تغلي هون. وانتبهوا رجعنا حاطين مواد عطرية بقلب الطنجرة وتغير لون الماي من المواد العطرية قبل ما ضفت عليها الكرات. هي البصل منشيله ومنضيفه استوى بضيفه فوق اللبن وما بكب المي اللي هني موجودين فيه خليهم. هلا منشوف لشو رح ننقل هاي الطنجرة لهون للأرز. منضيف الأرز ومنحركه بملعقة خشبية رح شوفها وطبق لكم اياهم للرز ونبلش نشرح. هاي الماي تبع اللقطين صفي لي اياها شليها شليها كتيا من الأرز بنسويه بمية اللقطين كتين كتين كلهم كلهم بمية اللقطين. ما منكبها مية اللقطين منشيلها ومننزلهم فوق اللبن. نرجع مية البصل يلي ضلوا قليل مش كتار كمان بضيفهم فوق الأرز. بدنا ناكل لنتغذى مش بناكل بس لنشبع. عشان هيك كتير من الناس ناقصها مواد غذائية. يلا يغلو اعطيك ال حطيتي ملح؟ نعم حطي ملح. على طول ما ننتبه للارز بنحط ملح لانه ما بينسوى بعدين نضيف. اوقات لليخني فينا نضيف بس للملح للارز ما فينا. القورمة القورمة بتتساوى حصوص وبتتساوى لحمة مفرومة خشن. القوارمة الأساسية شو في أساس للقوارمة؟ كل كيلو لية غنم مفرومين ناعمين بدون كيلو هبرة راس عصفور مع. رح ناخذ اتصال ومنكمل. ألو ألو انقطع الاتصال. ألو 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 مرحبا صباح الخير مساء النور وحياتك. عندي شوية جوانح بدي أقليهم بشو بدي أخلطهم مع بيض وكعك وشو بعد؟ جوانح؟ أيوة تكرم عيونك يلا الله يخليك يا بخاطرك. هلا في ناس أنا منهم انتبهوا لحط لكيلو الهبرة عم ضيف نص كيلو لي عم خفف من اللي
من شان ما انصح كثير وبحبها للقوارمة، بس بننتبه انه بهالحالة ما بتهدي القوارمة اكثر من 6 أشهر، بتصير ولو بالبراد بتصير تعفن، مشان هيك بقى ننتبه بشكل عيار مزبوط. كل كيلو لي كيلو لحمة هبرة بتهدي 2 ساعة القوارمة. منحط اللي على النار لتتفقس وتدوب وتسيل، منسقط بقلبها لحمة الراس عصفور الهبرة أو لحمة مفروم خشن هبرة فوق منها، وبحركن على النار بدن 1.5 ساعة للساعة و3/4 لتصير القوارمة جاهزة لتنشف الماي من قلب اللحم. بنحطلن ملح خشن قليل بالآخر ورش صغيرة من البهار الأسود، منشيلن نسكبن بمرطبين. وتكرم عينك خيي بطرس وكل مشاهدين تلفزيون لبنان. هون تبولي شوي، عم تغلي اللحمة مش غلوي وبشيلها، بدي اغليها 3-4 دقايق بالماي، بدي ستويها منيح، بدي خلي المواد العطرية مزبوط تدخل على قلبها وتستويها للحمة، عشان هيكي بدي اياها تغلي. بدنا نبلش بفرم الثوم، نرجع ندقه ونفرم النعناع الأخضر. معك بدك الجزرية؟ يا هالثوم بينفرم بينفرم ناعم منيح. هلا كل هالمواد اللي حطيناها إلها طعمة، بس لتطعم مزبوط هلا بهالنكهة يلي هي الثوم مع النعناع الاخضر. بدنا نقليهم هي شايف ولا بدك نقليهم؟ مقلية صغيرة من هون. حطي شقفة الزبدة. هاللحمة غلت 4 دقايق، منجيب مصفاية منحطها ومنشيلها هيك شايف؟ لا، ما فيها مواد عطرية وفيها بهار وقرفة ما بيزبطها. منبردها بنحطها بمصفاية، المي ما بنستعملها هاي لأنه فيها شوية زنخة بيكون، منحطهم هون، نرجع منرجعهم. وبتتنقى حبات اللحم من ورقة الغار، من البصلة، من البهار الحب، وبتشيليون على حدة. رح نحط الثوم، هذا الثوم عم نحطه مع الزبدة وبيبلش يتقلى. نفرم النعناع الأخضر الورق، وبفرمهم بهالشكل.
هاي مش نزلة ولا بكتاب بعد هاي الأكلة، وطيبة كتير على مسؤوليتي، عملت لها تجربة ولقيتها كتير بتمشي معكم ومناسبة، وبيأكلوها الصغار والكبار، يعني حتى ما بدونش اللحمة كتير مثلا مضغ معهم أو مطولة تستوي. بنحط النعناع مع مع الثوم، بنحركهم مع بعضهم. اعطيني شوي هاي عندك. بنشيل كمان لحم، ما علي بصل ولا علي ورقة غار. ولا عود قرفة، مش معناتها بيضره، بس واحد مش منتبه تجي بدرسه ما بيعرف من شو. وهيك صاروا موجودين بقلبي. هالآلية الموجودة مع هدى كلها سوا يا حنضيفة على اللبن. هاي الآلية يلا منضيفة على اللبن، متوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. بدنا نبلش نسكب. نسكبها بوعي غميق، كل شخص هو شو بيحبز بيسويها. وانا رح بلش اشرح حلاوة الجبن والجزرية. بعرف بالجزرية. الجزرية لأنه لا مو خاصة هي التليفون قبل. طيب رح نبلش بالجزرية، تليفون قبل، نحن نمشي بالنظام. تسلسل. تسلسل الإداري. جزرية. جزرية من زمان كانوا يسووها لقطين وجزر. وكانوا الجزر كمان ينقعوه بمية الكلس لو كان مبروش أو شرحات رقيقة صغيرة، وكانوا يعصروا قبل ما يرجعوا يدفوا على الجزرية أو اللقطين اللي عم بيسووه على النار مع السكر. اليوم صارت الجزرية بشكل عام كلهم بيسووها بلا جزر، ولكن بتحمل اسمها، واللقطين هو أساس المادة الأساسية فيها. نجيب اللقطين من قشره ومن قطعه شرحات رقيقة، ننقعه بمية الكلس لمدة 15 ساعة، نرجع من غسله 4 مرات بالمي الحلوة نضيفة لننزع عنه آثار الكلس. منرشه بحامض الليمون. كل 3.5 كيلو أو 4 كيلو من اللقطين المقطع شرحات بده ملعقة صغيرة حامض الليمون. منرشه فيها ومنخلطهم مع بعضهم ومنتركه عم جديد 15 دقيقة. هونيك تركناه بالكلس 15 ساعة. هون 15 دقيقة نضيف عليه السكر وبحركن معهم 3.5 كيلو أو 4 كيلو، بدهم 4 كيلو سكر، يعني قد ما منحط الجزرية قبل ما منحط للقطين سكر هو الغاية، ولكن الكيلو منيح كافي لإلها. منضيف لكل كيلو كيلو، يعني إذا عنا 4 كيلو منضيف 4 كيلو. بغليهم بالأول 3/4 ساعة مع بعضهم من بعد ما أتركهم 3 ساعات أو من عشية لع بكرة ليبق ميته الجزرية اللقطين، بس هو بشكل عام اسمه الأساسي يقطين، ولكن الكلمة صارت لقطين. نرجع منضيف معه حوالي 12 حبة للكمية من كبش القرنفل. نرجع منضيف عليهم جوز، لوز، فستق حلبي، حسب كل شخص ما هو بده. للأربعة كيلو فينا نحط لوقية 100 جرام صنوبة لأنه غالي أو فستق حلبي. وبغليهم برجع معهم عنبو جديد تقريبا 3/4 ساعة. ليه؟ لأنه اللوز أو الفستق الحلبي إذا ما انغلوا معهم ما بيتعقموا مزبوط، وما منخفف نسبة المي منهم بيصيروا بعدين، يلا بلش سكبه، بيصيروا بعدين يعفنوا، مشان هيك بدنا ننتبه لهم. بنغليهم معهم
من بعد ما يخلصوا منشيلهم منسكبهم ضمن جاط، تتاكل الجزرية سخنة وفاترة وباردة، هي إجمالا باردة بس إذا واحد أكلها فاترة ما في أي مشكلة، وسخنة بس مش كمية كتير. نزلي نزلي طب خليك. هالرز يلي مطبوخ بمية البصل وبمية اليقطين عشان هيك لونه شوي عاطي عصفار، حلو مغذي وكتير مليح. أصبح سكبناها للجزرية، إجمالا بتتاكل باردة، بس قبل عفوا بدنا نضيف عليها 4 ملاعق كبار عصير حامض دغري بنطفي عنا أو 5، نسكبها بتبطل تسكر معنا وبتطلع جاهزة وكل شيء مليح. هالأرز نسكب بهالشكل كتير حلو، هالكبة عفوا كرات اللحم باللبن واليقطين صارت جاهزة. ست هدى ميرسي على معاونتك على هالطبق الحلو. منشوف المقادير ومننهي حلقتنا. حلقتنا انتهت، من حي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بخير وبالكم. باي باي، وكل عيد استقلال وانتم بألف خير. الله يهدي البال. الله يهدي البال.